ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم، وأبدأ مع موقع أساس ميديا حيث نشر مقال بعنوان التيار للحزب فرنجي ليس ميشيل عون لنعطل البلد. انتشر خلال الأيام الماضية أن البطريرك الراعي يناقش مع زواره في ثلاثة أسماء: الوزير السابق روجي ديب، العميد جورج خوري مدير مخابرات الجيش السابق، قائد الجيش جوزيف عون. المعلومات تقول أن هذه الأسماء معروضة ضمن سلة أسماء أخرى، وبحسب مصادر مقربة من البطريرك لم يطرح الراعي وحده هذه الأسماء، بل طرحها أكثر من طرف سياسي. في المعلومات أن هذه الأسماء ناقشها الراعي مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير السابق علي حسن خليل خلال زيارته الصرح البطريركي منذ فترة، رغم تحفظ مصادر عين التين على هذه الرواية. وناقشها أيضا الراعي مع جبران باسيل خلال زيارة الأخير للصرح. غير أن المصادر المتابعة لهذه المشاورات تؤكد أن العميد جورج خوري والوزير السابق روجي ديب لا حظوظ لهما في الرئاسة، أما قائد الجيش فاسمه متروك جانبا في انتظار وضوح المشهد الرئاسي. بانتظار تعبيد الحزب الطريق الرئاسية أمام سليمان فرنجي، بعض المصادر تؤكد أن توترا شديدا يحكم علاقة حزب الله بالتيار العوني حاليا، خصوصا بعدما أكدت مصادر متابعة استياء السيد حسن نصر الله من باسيل بعد اجتماعهما الأخير يوم رفض باسيل دعم فرنجي للرئاسة. بناء على المواقف الرئاسية المتناقضة، حرص اجتماع تكتل العونيين الأخير على القول للحليف أن سليمان فرنجي ليس ميشيل عون لا في الحيثية الشعبية ولا في الحيثية السياسية، ولا يمكن تعطيل عملية الانتخاب لعامين بسبب عدم التوافق على فرنجي رئيسا. وأشارت المصادر إلى أنه إذا أصر حزب الله على تبنيه لخيار فرنجي أو لا أحد، فإن التيار سيذهب إلى التفاهم مع قوى أخرى للاتفاق على رئيس. من هذا المنطلق تزدحم بورصة الأسماء على الرغم من أن غالبيتها تحولت إلى المحرقة، ولا يزال بعضها جديا لما له من علاقات جيدة مع القوى السياسية، من بينها الوزير السابق جهاد أزعور الذي يرفض حزب الله اسمه حتى الآن. والآن إلى صحيفة نداء الوطن. مكاري لنداء الوطن: فرنجي مرشح يدعمه حزب الله وليس مرشح حزب الله. الانقسام يتمظهر حول حظوظ سليمان فرنجي الرئاسية، فئة لا ترى مرشحا بديلا، وفي تقديرها أن حزب الله باشر منذ اليوم الأول لنهاية عهد ميشيل عون تعبيد طريقه إلى بعبدة وإزالة العقبات، أولها والأهم رفض جبران باسيل المضي بانتخابه. ويقول أصحاب وجهة النظر هذه إن حزب الله سيبقي محاولاته مفتوحة إلى أن يقتنع حليفه الأقرب أن الاعتبارات الوطنية تجعله مرشحا أساسيا، وبذلك يكون قد قطع الطريق على باسيل لاختيار مرشح آخر وإن طال الزمن. ويتوقع هؤلاء أن حزب الله سيتمسك بترشيح فرنجي كما تمسك بترشيح عون إن لم يكن أكثر، غامزين من قناة وجود تواصل بين حزب الله والسعودية عبر قنوات معينة ربما تكون أمنية. لوزير الأعلام مقاربة للمرشح الرئاسي تختلف عن الكثيرين، ينتقد التسميات الملاصقة للمرشحين: الرئيس القوي اختبرناه في العهد الماضي ولم نرى عهدا قويا، وما نفع رئيس قوي لا يمكنه أن يتواصل مع أي دولة مؤثرة. برأي زياد مكاري: الرئيس يجب أن يكون وفاقيا وقويا ووطنيا، ويملك القدرة على أن يجلس مع الجميع على المستوى الوطني، وله القدرة على أن يبادر باتجاه الدول المؤثرة في لبنان وأولها سوريا والخليج ودول الغرب. أما لماذا سوريا أولها؟ فلأن سوريا، وبغض النظر عن العلاقة التي يفترض أن تكون مميزة معها، هناك مشاكل عدة معها، من ملف النازحين إلى التهريب على الحدود وترسيم الحدود البحرية شمالا، يجب حلها بالحوار معها. ومن يرفض هذا المنطق بحسب نداء الوطن بالتعاطي لا يمكن انتخابه، غامزا هنا من قناة ترشيح النائب ميشيل معوض الذي يرى فيه مرشح تحد. هناك مشكلة في مرشح يرفض محاورة السوريين وقسم كبير من اللبنانيين، مشكلة ثانية أساسية وهي سلاح حزب الله الذي يتسبب بانقسامات عمودية، فإذا كنت ترفض الحوار معه والعلاقة معه ومع إيران فهي أيضا مشكلة.
الآن إلى صحيفة الجمهورية، وبطبيعة الحال اليوم كل الصحف تتحدث عن الموضوع الرئاسي وتحديدا جبران باسيل وسليمان فرنجي وهذه المعضلة. في الجمهورية اقتراح باسيل باستبدال فرنجي لا يمر في 8 آذار، فيما يجزم المعترضون على اسم فرنجي أن لا فرصة واقعية له بفعل فيتو التيار الحر والقوات الذي يحجب عنه الغطاء المسيحي، ونتيجة استبعاد القبول السعودي والأمريكي به منعا لتكرار تجربة الرياض وواشنطن مع الرئيس ميشيل عون، إلا أن لدى المواكبين لمعركة إيصاله إلى بعبدة اقتناعا بأن أسهمه الرئاسية آخذة في الارتفاع. ويلفت هؤلاء إلى أن حزب الله لن يتنازل بسهولة عن خيار فرنجي، خصوصا أن الوضع الإقليمي الدولي المتشنج يتطلب وجود رئيس للجمهورية من طينته في قصر بعبدة. أما بالنسبة إلى باسيل فليس معروفا إلى أي درجة يستطيع أن يمضي في مخالفة مقاربة السيد نصر الله للأسباب الاستراتيجية التي تملي انتخاب فرنجي، علما أن رئيس التيار كان قد استبق أي ضغط محتمل بالتأكيد أن السيد لا يمون عليه في مسألة انتخاب رئيس غير مقتنع به. ومن المعروف أن باسيل يحاول الدفع نحو استبدال فرنجي باسم آخر يتم التفاهم عليه مع رئيس المردة وحزب الله والرئيس بري، ويمكنه أن يجمع بين طمأنة المقاومة استراتيجيا وملاقاة التيار في نظرته إلى مشروع إصلاح بناء الدولة. لكن رافضي هذا العرض في 8 آذار يلفتون إلى أن تجارب التيار مع اختيار الأسماء في مواقع الدولة لا تشجع على تكرارها في رئاسة الجمهورية، إذ إن أغلب الذين اختارهم في مراكز متنوعة على قاعدة أنهم قريبون منه انقلبوا عليه لاحقا. أيضا سأبقى في صحيفة الجمهورية التي كتبت الاستحقاق الرئاسي احتمال حصول اختراق خلال 2 شهر وارد. رغم الانسداد التام في شرايين الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، فإن أوساطا مطلعة لفتت عبر الجمهورية إلى أن احتمال حصول اختراق خلال 2 يبقى واردا وفق مؤشرات تملكها. إلى ذلك أكدت مصادر نيابية للجمهورية أن بري محق في اشتراط توافر نصاب 2/3 في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية، معتبرة أن طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائدا واحدا ينطوي على خفة. وتساءلت المصادر إذا جرى اعتماد هذا الطرح ما الذي يضمن مستقبلا أن لا يجتمع 64 نائبا مسلما مضافا إليهم نائب مسيحي واحد نتيجة ظرف سياسي معين لانتخاب رئيس يتناسب مع إرادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين. وأضافت مؤدى ذلك إذا حصل أن البلد سيطق، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟ وللإجابة على هذا السؤال الذي أثاره البارحة النائب ملحم خلف في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتحديدا حول المادة 49 وبالتالي النصاب، وأيضا بالنسبة لنصاب الحضور، وأيضا بالنسبة لنصاب التصويت والفرق بين الدورة الأولى والدورة الثانية، إن كان يبقى اشتراط 2/3 أم يمكن اعتماد حضور النصف زائدا واحدا، وما تنص عليه هذه المادة بالتحديد. ينضم إلينا مباشرة الخبير الدستوري المحامي الدكتور عادل يمين. صباح الخير. صباح النور، الله معك. أول شيء، يعني تمت إثارة هذه المادة وهذه الإشكالية أو الجدلية البارحة في مجلس النواب، يعني ضمن 128 نائب زائد رئيس مجلس النواب ويعني بمركز التشريع بالجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية. ليه برأيك فاقوا بهالجلسة الخامسة بأنه في هذه المادة لإثارتها وليس من الجلسة الأولى أو الثانية؟ يعني مش كتير تأخروا لينتبهوا لها؟ ربما لأننا أصبحنا في حالة خلو في سدة الرئاسة، وقد أخفقت الجلسات السابقة في تأمين إنتاج رئيس للجمهورية، ربما رأى بعضهم أنه بات الأوان البحث في مسألة النصاب المتعلقة في دورات الاقتراع التي تلي الدورة الأولى، خصوصا أن الجلسات السابقة كانت تشهد اكتمال النصاب في دورة الاقتراع الأولى ثم ينفرط قبل البدء بدورة الاقتراع الثانية. نعم، ولكن المادة على ماذا تنص تحديدا؟ هل تدخل في هذه التفاصيل كلها؟ يعني ما هو مضمون هذه المادة وماذا يقول الدستور، وإذا أمكن بشكل مبسط جدا وواضح كرمال الكل يفهمه؟ إذا عدنا إلى المادة 49 من الدستور،
تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في دورة الاقتراع الأولى، ويكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وبناء عليه انقسم الفقه بين اتجاهين. أما الاتجاه الأول فيعتبر أنه ليس من نصاب دستوري صريح لالتئام جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان، الأمر الذي يستوجب العودة إلى النصاب العام المحدد في المادة 34 من الدستور، وهو الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان، أي يكفي وجود 65 نائبا في الجلسة وتجرى عملية الاقتراع، فلا ينال أحد ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب 86، ويتم الانتقال إلى دورة الاقتراع الثانية حيث يكتفى بالفوز إذاك بتأييد 65 نائبا لهذا المرشح أو ذاك. وأما الاتجاه الفقهي الثاني فيعتبر أنه في علم الدستور هناك ما يعرف بالنصاب المضمر إلى جانب ما يعرف بالنصاب الصريح، فإذا كان النص لا ينطوي على نصاب صريح لانعقاد جلسة مجلس النواب يحتمل أن ينطوي على نصاب مضمر، وذلك يتحقق عندما تفرض المادة الدستورية أغلبية معينة للفوز، فيستنتج هذا النصاب المضمر من الأغلبية المطلوبة للفوز عندما تكون هذه الأغلبية فوق نصاب العادي، أي الأغلبية المطلقة. وحيث أن المادة 49 من الدستور تفرض للفوز في دورة الاقتراع الأولى أغلبية الثلثين من مجلس النواب، أي 86 من أصل 128، فهذا يعني أنه لا يجوز أن تباشر الجلسة وتحصل دورة الاقتراع الأولى إلا بحضور الثلثين، أي 86 نائبا. والدورة الثانية لا يكون من معنى لهذه الأغلبية المطلوبة للفوز. والثانية أما فيما خاصة دورة الاقتراع الثانية وما يليها، فأصحاب الرأي الراجح القائل بوجوب التمسك بنصاب الثلثين حتى في دورات الاقتراع التي تلي الأولى، فينطلقون من أنه لا يجوز أن يكون في الجلسة الواحدة أكثر من نصاب، وما دام أن النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة هو الثلثين حتى تنعقد الدورة الأولى، فيتوجب أن يرافق هذا النصاب كامل الجلسة حتى انفراطها، فضلا عن أن المادة 49 من الدستور توجب أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للدولة ورمزا لوحدة الوطن. فكيف يعقل أن يكون رمزا لوحدة الوطن إذا أفسح المجال لانتخابه من فئة دينية واحدة، حيث أن المادة 24 من الدستور تجعل المجلس النيابي موزعا بين فئتين المسيحية والمسلمة، فإذا سلمنا بنصاب النصف زائدا واحدا هذا يعني إمكانية أن ينتخب النواب المسلمون 64 مع مرشح مسيحي ماروني نائبا ويكون في الوقت نفسه نائبا رئيسا للجمهورية، أو العكس إذا انتخب 64 نائبا مسيحيا مرشحا مفترضا وأخذوا تأييد نائب مسلم، هذا يعني أن الرئيس موضع انقسام وطني. نعم. هذا يعني الممارسة الثابتة من العام 43 لليوم تمسكت بنصاب الثلثين في كل جلسات ودورات انتخاب الرئيس. يعني باختصار والسؤال الأخير، يعني ما يحصل اليوم في مجلس النواب برأيك كدستوري هو صحيح وبالتالي يجب أن يتم اعتماده، رغم أنه يعني نبش مواد دستورية، رغم اعتراض بعض النواب، رغم يمكن يعني سؤال عن هذا الأمر، يعني برأيك ما يحصل اليوم بالآلية المعتمدة لانتخاب رئيس الجمهورية هي دستورية أو هي ميثاقية وبالتالي يجب اعتماده، مظبوط؟ يعني ما يحصل ليس مخالف للدستور وليس مخالف للميثاق إذا لم يرد هذا الأمر في الدستور بشكل واضح. استشهاد بعضهم بالدستور الفرنسي العائد للعام 1875 في غير محله، لأن الدستور الفرنسي آنذاك
كان يكتفي بالأغلبية المطلقة بالفوز، بينما المجلس التمثيلي في لبنان عندما عدل مسودة المفوض السامي الفرنسي للدستور اللبناني العام 1926، وقد عرفت في حينه لجنة الـ 13 التي اقترحت التعديل، اعتمدت أغلبية الثلثين للفوز وضمن نصاب الثلثين. وما يمارسه الرئيس نبيه بري في هذا الخصوص حاضرا هو ممارسة ثابتة اعتمدها أسلافه الرئيس كامل الأسعد والرئيس حسين الحسيني وجميع رؤساء المجالس النيابية من العام 1943 لغاية اليوم، وهذا عرف ثابت لا يجوز الخروج عليه إطلاقا، وهذا ما أكده البطريرك الماروني الكاردينال مثلث الرحمات عليه نصر الله صفير، وما أكده أيضا في أكثر من موقف رئيس المجلس النيابي السابق السيد حسين الحسيني. نعم، أنا بدي أتشكرك على هذا. الدكتور إدمون رباط في كتابه حول القانون الدستوري اللبناني يجزم بوجوب التمسك بنصاب الثلثين في جميع جلسات ودورات انعقاد البرلمان من أجل انتخاب الرئيس، خصوصا أن المادة 75 من الدستور تعتبر أن المجلس النيابي هيئة انتخابية وليس هيئة اشتراعية عندما يلتئم من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، بحيث أن المادة 75 تزيح المادة 34 من الدستور التي تعتبر النصاب الأغلبية المطلقة، لأنها تتعلق بالمجلس عندما يكون منعقدا بصفة تشريعية. الخبير الدستوري دكتور عادل يمين، أنا بدي أشكرك لإصلاح هذه النقطة تحديدا بعدما أثارت الجدل البارحة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأيضا تناولتها اليوم الصحف فيما قالتها. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. فاصل إعلاني وبعده حلقة جديدة من برنامج الحدث مع الزميلة كلارا شحة.